المشاهدين اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من برنامجنا مشروعات صغيره. مليون سلام يا مبدلين الخوف امل، مليون سلام يا مبدلين النوم امل، مليون سلام يا مبدلين الخوف امل. مكسرين بطن الجبل، مليون سلام مليون سلام. فوق الجبين شايف بحور، شايف بحور بهد وعرق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتسنى. لا يوجد تعريف جامع شامل للمشروع الصغير، وقد اختلفت النظرة العلمية والعملية بصدده، ذلك لأن مصطلح المشروع الصغير يحمل بين جوانبه العديد من التساؤلات، منها نوع المشروع الصغير، الحد الأدنى والحد الأعلى للعمالة، توزيع منتجات المشروع، علاقة المشروع الصغير بالتصدير، طاقة المشروع الصغير، جودة منتجات المشروع الصغير، شكل الإدارة والتنظيم في هذه المشروعات، المستوى التكنولوجي المستخدم في المشروع الصغير، شكل المشروع الصغير من الناحية القانونية، صورة المشروع الواقعية، مصنع، ورشة، أم منزل. وكل هذه معايير من وجهة نظرنا تسهم في تحديد مفهوم المشروعات الصغيرة. من النجاح المهم جدا في أي مشروع أنه مش لازم المشروع يبدأ لوحده، ممكن تبقى فيه مشاريع تانية بتبقى داعمة للمشروع ده. بيبقى كمان في شراكات بين الجمعيات والمؤسسات والدولة بتدعم، برضو بتبقى شريك أساسي أو داعم أساسي في المشاريع دي. معنا النهاردة مدير مشروعات نتعرف بيه بشكل تفصيلي. أهلا بحضرتك، نتعرف بيه. وائل عبد العظيم أحمد، مدير مشروعات. طبعا احنا في الشراكة الطاقة الشمسية في بنبان. طبعا احنا في مشاريع كتير خلصناها مع بعض. اول حاجة كان في برنامج مهارات 1 و2 و3. البرنامج ده دربنا بتاع 60 متدرب من اهالي بنبان، خدمة مجتمع البنباني، على مهن انهم يشتغلوا حرفيين واصحاب مهن حرة. طبعا خدوا ايه الحرف دي اللي كانت موجودة استاذ وائل؟ الحرف الموجودة كان في مهارات 1 و2 بيطلع فني تكييف وتبريد، وفن كهرباء، وفن سباكة، وفن نجارة. وبعد كده كان في شاشات، وكان في بعد كده اللي هو كهرباء سلسيون، وكان في موبايلات. فده كله بيطلع فني فاهم، وبنديله عدة، بيبقى معاه عدة كاملة انه بيشتغل بنفسه بعد كده في بنبان لخدمة اهل بنبان. وبعد كده عملنا موضوع اللي هو بتاع لا انا عايز اعرف بقى الحاجات دي بتعلنوا عنها بقى وبيبقى فيه زي اعلان وناس بتقدم، ولا انتوا بتبقوا عارفين هتختاروا مين؟ بيتم التنسيق ازاي للموضوع؟ بيتم عن طريق مشروع الطاقه الشمسيه، بننزل اختبار، بننزل اعلان الاول وبتقدمه اهالي بنبان، بتعمل انترفيو للمتقدمين. مواصفات بقى معينه؟ بالظبط، فالمواصفات بيبقى على حسب المؤهل، ويكون سن معين طبعا، ولغايه ما بيتوافق عليه بعد كده بيبتدوا يحضروا. احنا بنوفر المواصلات، بنوفر وجبه، بنوفر العده بعد كده، وبيبقى في حفله وبيحضرها الناس الكبار في المحافظه. وبعد كده بيبتدوا يشتغلوا واحنا بنتابعهم بعد كده، بيبقى في بعد كده متابعه ليهم، بنشوف وصلوا لايه واشتغلوا لايه. ده بالنسبه لبرنامج مهارات. متواجدين كمان هنا يعني في قلب الحدث في القريه نفسها؟ موجودين، كل مجموعه بقى معاها فني متخصص لغايه ما بيقفوا على رجليهم في الشغل، وبعد كده خلاص بيمارسوا مهنتهم كل واحد لوحده. بعد برنامج مهارات عملنا القوافل الطبيه، عملنا فيه قوافل كبيره وقوافل صغيره، عملنا بتاع 6 قوافل،
وعملنا ادوات طبيه لاهالي بنبان والمنصوريه والرقبه. دول برضو لغايه ما خلصوا على خير وتمام التمام بالنسبه للكشف والاشعاعات والعلاج وكل حاجه مجانيه من طرف الطاقه الشمسيه في بنبان. وكان في برنامج بعد كده احنا دلوقتي بصدد هنعمل لهم منفذ بيع للمنتجات اليدويه، شغالين منتجات يدويه للسيدات القاهره بقى؟ في القاهره منفذ بيع، وفي عندنا في القاهره متخصصين للارتقاء بجوده المنتج، يعني مش بنخليهم يعملوا الحاجه وبناخدها كده، لا بنديهم ملاحظات بالنسبه للون وبالنسبه للخامه وبالنسبه للكواليتي اللي بيها سيدات بنبان، طلعوا حاجه محترمه. وفعلا المنفذ ده ابتدى ياخد من سيدات بنبان كذا نوع، زي مثلا الكليم وزي مثلا السجاده وزي مثلا الشنط اليدويه وزي فمنتجات كتير، لان بنبان طبعا معروفه بالنخيل، مثلا النخيل بيشتغل منه السعف وبيشتغل منه بيشتغل السعف من النخيل وبيشتغل منه حاجات كتيره، والجريد نفس القصه بالنسبه للكليمات ونفس القصه بالنسبه للمنتجات اليدوية كلها، فبندعمها الطاقة الشمسية في بنبان. تتنوع أهداف المشروعات الصغيرة، فمنها ما يهدف إلى الربحية، ومنها ما يهدف إلى توفير فرص العمل، وما يهدف إلى تحقيق عوائد اجتماعية، وما يهدف إلى رفع مستوى الخدمة. وقد تكون هذه الأهداف مجتمعة معا. ومن الناحية العلمية، فغالبا ما يكون المشروع الصغير هدفه الأساسي الربحية وفي أسرع وقت، نظرا لصغر رأس ماله ومحدودية استثماراته. رأس مال المشروع الصغير. المشروع الصغير ومتناهي الصغر هو مشروع يتملكه شاب يبدأ أولى خطواته في الحياة العملية، وبالتالي استثماره منخفض، أراض مبان ومعدات. وفي حقيقة الأمر، فإن المشروع الصغير يسعى إلى استرداد الأموال في أقل وقت ممكن. المستوى التكنولوجي والآلات. نظرا لضعف القدرة المالية لمالك المشروع الصغير، فغالبا ما يكون المستوى التكنولوجي المستخدم غير متقدم نسبيا، كما يتسم بمحدودية الأدوات والآلات المستخدمة، وغالبا ما تكون يدوية وتعتمد إلى حد كبير على مهارة العمال، وذلك نظرا لأن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الأساس حرف يدوية. عدد العاملين في المشروع الصغير، كما أشرنا مسبقا عن مفهوم المشروع الصغير ومتناهي الصغر، فإن من أهم خصائص المشروعات الصغيرة قلة عدد العاملين فيها، ولا يوجد مقياس محدد يتم الاعتماد عليه في هذا المجال نظرا لاختلافه من دولة إلى أخرى. ففي اليابان مثلا يعتبر المشروع صغيرا إذا كان عدد العاملين به أقل من 50 فردا، ومن 50 إلى 99 يعتبر مشروعا متوسطا، وأكثر من ذلك يعتبر من المشروعات كبيرة الحجم. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، عندما يكون عدد العاملين أقل من 25 عاملا، فإنه يعتبر مشروعا صغيرا. وفي مصر يرى جهاز الحرفيين أن المشروع يعتبر صغيرا إذا عمل به أقل من 10 أفراد، في حين ترى وزارة التخطيط في تعريفها للمشروع الصغير أنه المشروع الذي يعمل به أقل من 50 فردا. وهكذا يتضح عدم وجود مقياس محدد لعدد العاملين في المشروع الصغير ومتناهي الصغر. مليون سلام ينبك لي للخوف أمل، مليون سلام ينبك لي للنوم عمل، مليون سلام ينبك لي للخوف أمل، مليون سلام ينبك لي للنوم عمل، مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل، مليون سلام مليون سلام. Thank you.
شمسك يا حلوة منورة بالشعور ده. ايه تاني بقى البرامج اللي اشتغلتوها برضو؟ هي دي البرامج الرئيسيه. يعني احنا في طريقنا ان شاء الله هنعمل مركز صيانه للفنيين اللي اتخرجوا من المهارات، هيبقى هم مسؤولين لتنميه الصيانه في بمبان ان شاء الله. في صدد ان احنا هيبقى اشراف تحت اشرافنا، والعائد هيبقى لاهالي بمبان واهل الطلبه اللي هم اتدربوا. يعني عباره عن مجموعه كبيره جدا من المشاريع الصغيره، كل واحد بيبقى منفصل بقى، كل متدرب بيبقى منفصل بمشروعه. وهنبقى احنا موجودين، هنعمل مشروع يجمعهم كلهم، يعني مركز صيانه كبير في بمبان لخدمه المنطقه يعني باذن الله. ايه المشاكل اللي قابلتكم يا استاذ وائل، او الصعوبات اللي قابلتكم؟ والله الصعوبات اللي كانت تواجهنا بس بعد المكان، لان كان التدريب بتاع المتدربين بالنسبه للمهارات في مركز المحطات المائيه مثلا اللي هو في صحاري، فكان بعد المسافه. وبعد كده عملنا مهارات ثلاثه في مركز تدريب القوى العامله في المحموديه اقرب شويه، فبنحاول نتلاشى المشاكل دي ان شاء الله. المره اللي جايه ان شاء الله هيبقى ممكن يبقى في بمبان لو جهز المكان ان شاء الله، هيبقى كل حاجه في بمبان باذن الله. طيب انا عايز اسالك برضو عن فكره الاستمراريه بقى، وان انتوا يعني مش بتقدموا تدريب بس، لا انتوا بتراقبوا وتشوفوا المتدرب وصل لايه. هل ده سهل بالنسبه لكم ولا برضو بتجدوا صعوبه في ده؟ وهل في عندك نماذج ناجحه اشتغلت في اماكن او قدرت انها برضو تحقق نفسها؟ وخاصه اعرف ان الشهاده كمان بتبقى شهاده بتدعم ده. بص حضرتك، واخر تدريب مثلا كان في بنطلع رخصه ترخيص مزاوله مهنه للمتدرب، فعند متدربين كانوا موجودين معانا طلعوا السعوديه، طلعوا الكويت دلوقتي بالشهاده دي، فالشهاده دي هتساعدهم في الشغل بره. وفي بعض الشركات احتاجت منهم في الصيانه، اشتغلت معاهم في الصيانه بدل ما كان الشركه تبعت فني من اسوان لغايه بمبان عشان يخلص الشغل، لا بقى في عندي فنيين في بمبان بنتصل بيهم، فكده المسافه قربت وبقى في ناس فاهمه ومعاها العده اللي تشتغل بيها في بمبان. هل في مشاريع زي كده او برامج زي كده بتدعم مشروعات معينه خلال الفتره اللي جايه، وهتركزوا على نفس الحرف دي ولا في حرف مختلفه؟ والله احنا هنجدد بقى، هنشوف الحرف الناقصه في السوق في بمبان وهنحاول نطلع كوادر ليها. يعني احنا لكن دي الحاجات الرئيسيه، التكييف والتبريد والكهرباء والسباكه والنجاره والشاشات والكاميرات، دي الحاجات اللي خلصناها، فان شاء الله ممكن في المستقبل نشوف تخصصات ثانيه. بالظبط، نشوف تخصصات ثانيه ان شاء الله. وبرضه كان في برنامج كبير كنا خلصناه بالنسبه للجامعات الاهليه، عملنا برنامج لتاهيل الجامعات الاهليه. طبعا الجامعات الاهليه كانوا في بمبان في بتاع 16 جمعيه، فطبعا كانوا شغالين الدوره المستنديه والورق وكده، ما كانوش اقوياء فيها، فوفرنا لهم دكاتره على مستوى عالي، اديناهم دورات بالنسبه لرئيس الجمعيه وامين الصندوق والوكيل بتاعه، الادوار بقى وازاي فعلا الورق يبقى صح، يتعامل ازاي مع الدوله ويتعامل ازاي مع وزاره التضامن. برضه دي خدت فتره طويله وتخرجوا تمام التمام يعني ان شاء الله. في قوافل طبيه كمان، وفي قوافل طبيه جايه، وده كمان في اقتراح بقوافل بيطريه لسه ما خدناش موافقه بيها، بس ان شاء الله ضمن الخطه الجايه يبقى في قوافل بيطريه للحيوانات وكده اللي موجودين يعني ان شاء الله. تمام جدا. بالنسبه بقى للمشغولات والمنتجات بقى اللي حضرتك بداتوا فعلا في الموضوع ده، يعني هل في حاجات بتتباع بالنسبه للمشاريع الصغيره اللي قايمه الستات بقى انها بتعملها وكده في بمبان؟ هل انتوا فعلا سوقتوا للمنتجات دي خلاص ولا لسه هتبداوا ده؟ لا احنا ابتدينا، احنا لينا بتاع 4 شهور تقريبا ابتدينا ناخد المنتج وبنصوره وبنعلق عليه كمان بالنسبه للمتخصصين في القاهره، ناس فاهمه بتبتدي وبنديهم فكره، لا نعدل في الخيط، نعدل في اللون، والحمد لله في استجابه،
والناس مبسوطة إن بقت في حركة وفي دخل بالنسبة للستات يعني بالنسبة للبنبان. ربنا يوفقك إن شاء الله. شكرا ليك أستاذ وائل. ربنا يخليك. الإمكانيات المتاحة للمشروع الصغير. تشمل هذه الإمكانيات الطاقة الإنتاجية، الطاقة التخزينية، حجم المشتريات، الخدمات المقدمة للعاملين، الخبرات الإدارية في التسويق، التخطيط ونظم المعلومات، القرارات المالية. تعد هذه الإمكانيات محدودة في المشروع الصغير، وتلتصق بسمات صاحبه الشخصية ومدى خبراته وتأهيله العلمي. درجة الانتشار. ينتج المشروع الصغير بشكل محدود، وغالبا ما يكون مستهلك هذا الانتاج في إطار وحدود منطقة إقامة المشروع. يعني ذلك أن درجة الانتشار للمشروع الصغير ومتناهي الصغر محدودة جدا. موضوعات مهمة مرتبطة بالمشروعات الصغيرة هي أمور متعددة، منها جودة الإنتاج، نوعية المنتج، الشكل القانوني للمشروع، ونظم السجلات والملفات، وكذلك النواحي التنظيمية والإدارية. الإنتاج وتكسر ثروتك والخير يعود على أمتك. مليون سلام ينبكي لي للخوف أمل، مليون سلام ينبكي لي للنوم عمل، مليون سلام ينبكي لي للخوف أمل، مليون سلام ينبكي لي للنوم عمل، مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل، مليون سلام مليون سلام. مشاهدينا، بتمنى حلقة النهاردة تكون نالت اعجابكم، واستنونا ان شاء الله الاسبوع اللي جاي في نفس الميعاد وحلقة جديدة من مشروعات صغيرة.